اعلنت طيران الخليج الناقله الوطنيه لمملكه البحرين انها استانفت رحلاتها المباشره من والى جمهوريه الهند اليوم مع اضافه المزيد من الرحلات الى وجهات الناقله الهنديه قريبا ضمن اتفاقيه خاصه بين حكومتي مملكه البحرين وجمهوريه الهند حيث تعد وجهات الناقله الهنديه من الوجهات الرئيسيه على شبكه طيران الخليج وتسير الناقلة رحلاتها حاليا الى كل من لندن وباريس وفرانكفورت ومانيلا واثينا والقاهره وابو ظبي ودبي والكويت وبيشاور واسلام اباد ولاهور وكراتشي. هذا وتستمر طيران الخليج في العمل عن كثب مع السلطات الحكوميه في مختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها بمجرد فتح المطارات في تلك الوجهات.